الدرس السادس من أساسيات السي اس اس. الدرس ده بنعرف فيه حاجتين مهمين جدا جدا داخل السي اس اس، في حاجة اسمها مارجن وفي حاجة اسمها بادنج. المارجن هو أمر مسؤول عن تنسيق القطع بينها وبين بعض، أو علاقاتها بينها وبين بعض وبينها وبين الصفحة. وليكن عندي ده عنوان، مارجن بيعمل لي المسؤول بين المسافات بين العنوان ده والقطعة دي، يبقى العناصر المختلفة داخل الصفحة بتاعتي، وكمان بينسق لي المسافات بين بداية الصفحة ونهايتها والمسافات بين الصفحة القطعة اللي فوق أو القطعة اللي تحت. البادنج عندنا بينسق لي داخل الباراجراف ده، يعني لما بضغط كده بيظهر لي الكلاس بتاعها، بدوس بضغط كده الكلاس بتاعها اهو، بدوس عليه بيعلمني على كل حاجة، التأثير بتاعه داخل الباراجراف ده، يعني بيوسع لي بين الكلام، بيعمل لي مسافة بين، خلينا نبدأ عشان نبقى واضحة أكتر، مسافة بين الكلام وبين البوردر ده، يبقى الكلام اللي جوه والبوردر ده. طيب خليني كفاية نظري وأخش على العملي. هنخش على المارجن ده، التوب كلاس توب هأيدت فيه وأقول له مارجن أهو إم، يظهر لك، دوس إنتر، هنقول 50 بكسل ونقفل. تعال نشوف بعد الكنترول سيف نعمل ايه. عمل لي 50 بكسل في جميع الاتجاهات، يبقى انا عملت له 50 بكسل، ادالي في جميع الاتجاهات 50 بكسل، وبدأ يصغر لي الكلام ده كله، 50 بكسل من هنا و50 بكسل من فوق ومن الشمال ومن اللي تحت. طب خليني احدد له، لو كتبت له 50 50 50 50 هيعمل ايه؟ مسافة 50 بكسل، مسافة 50 بكسل، مسافة 50 بكسل، كنترول اس. الله، ده هي هي. طب ايه اللي حصل؟ اقول لك هو هو بالظبط، لان هو هنا بيقرا توب رايت بوتوم ليفت، يبقى توب رايت ماشي مع ايه؟ عقارب الساعة. يبقى فوق دي أول واحدة توب رايت، مسافة اللي هنا 50، بوتوم 50، ليفت 50. طيب عايز أحدد له أكتر، أقول له المارجن بتاعتك خدها لي من الليفت بس، يبقى من ماينس ليفت، وبشيل كل القيم دي، خلاص أنا عندي ليفت يبقى اتجاه واحد بشيل له ده. تعال بص كده، يبقى جاب لي الناحية الليفت هنا ونقص لي الـ50. طيب تعال نقول له رايت. يبقى كده عرفت اتحكم في من هنا المسافات، او من هنا او من هنا او من هنا. طيب انا عايز نفرض ان انا عندي، انا عايز اجيب كده ديزاين عشان يبقى باين اكتر. طيب ولنفرض انا عايز بس فقط اني اعمل مسافة على اليمين ومسافة على الشمال، بقول له مارجن رايت، وبعدين بقول له مارجن ليفت، وليكن 20 بكسل، واقفل بالشكل ده بالسيمي كولا. بروح هناك هنا في غلطة، شايف هنا ايه اللي حصل؟ هنا دي ما كانش المفروض تبقى هنا خالص، رجعت. طيب تمام، عمل لي 50 على الرايت زي ما انا قلت، وخد لي 20 مسافة هنا على الليفت. طيب خليني اشوف ايه موضوع البادنج. يبقى كده البيزك بتاع المارجن خلاص، يبقى انا عرفت المارجن بيعمل بيتحكم في المسافات اللي بين العنصر ككل واي حاجه بره العنصر. طب البادنج العكس بقى، البادنج هيشتغل لي جوه العنصر نفسه. هعلم دي وهاجي على التوب، هقول له همسح دي خالص،
هقول له بادنج خمسين بيكسل، كنترول اس هناك، خمسين بيكسل اهو بالشكل ده. يبقى عمل لي، شفت هنا الفرق؟ الاول كان بيبعد لي من بره، ده من جوه، يبقى خد لي خمسين، نفس الحكاية بالظبط بس من جوه، يبقى خد لي المسافة اللي بين الكلام والبوردر نفسه. طيب انا عايز اتحكم برضو في نفس الحكاية، عايز اخليه من فوق بس هو اللي واخد المسافة وما فيش حاجة من الجوانب خالص او من تحت. يبقى بقول له بادنج ماينس كده توب، بس كنترول اس، يبقى عامل لي هنا الخمسين. طبعا مش عايزة خمسين، كتير شوية، هخليها عشرين بس. يبقى عامل لي حاجة بالشكل ده. طب عايز ازود المسافات بين السطور نفسها، في حاجة اسمها، اقول لك والله، في حاجة اسمها لاين، لاين هايت اهو، لاين هايت، انتر، نقول مثلا 30 بيكسل. تعال نشوف الافكت ده ايه. يبقى عملت 30 بيكسل بين اللاين واللاين، المسافة البيضة دي عملت 30، وده بالنسبة للأساسيات بتاعة المارجن والبيزك.